الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب 70 عاما قد يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 خلال مؤتمر سيعقد في نوفمبر. هذا ما كشفته صحيفة كوميرسانت الشهيرة بروسيا، موضحة أن هذا الترشح سيمهد له الطريق للتربع على كرسي الحكم بروسيا لمدة 6 سنوات أخرى لغاية عام 2030. رجل المخابرات الشاب هذا سطع نجمه في السماء في فترات انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي عام 1997 دخل الكريملين كمدير لوكالة الأمن الفيدرالية FSB، وسرعان ما عين رئيسا للوزراء. وفي ليلة رأس السنة عام 1999 تنحى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين عن منصبه، وكان رجل المخابرات السابق هو الخليفة له. نعم، فلاديمير بوتين. ومنها بدأت مسيرته في التربع على عرش روسيا، لكنه وفي عام 2008 اضطر إلى شغل منصب رئيس الوزراء لغاية 2012، حيث كان ممنوعاً بموجب الدستور الروسي من تولي فترة رئاسية ثالثة. لكن بوتين عاد إلى سدة الحكم بعد فوزه في انتخابات عام 2012 بأكثر من 66% من الأصوات، لكنه اتهم بتزويرها. وبعد 21 سنة أصبح بوتين أطول الرؤساء حكماً من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين، وتخطى ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاماً.